ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. طلب محمد اليوبي مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة من المواطنين المغاربة الذين يغادرون بيوتهم لأغراض مهمة ارتداء الكمامات من أجل الوقاية من فيروس كورونا. وقال اليوبي في تصريح صحفي اليوم الاثنين إنه تماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية الأخيرة فإنه يستوجب على الشخص الذي يغادر المنزل من أجل العمل أو الإمدادات بالمستلزمات أن يرتدي الكمامات عند وجوده في الخارج. وأعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين عن إصابة 1120 شخصا بفيروس كورونا منذ وصول الفيروس إلى المغرب وارتفاع عدد الوفيات إلى 80 مقابل 81 شخص تعافوا، كما أن 3984 حالة تم استبعادها جراء اختبارات للتحليلات المخبرية والتي أكدت أن الأمر لا يتعلق بفيروس كورونا المستجد. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.